بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله يا جماعة احنا في جولة كده في تخفيضات العائلة. عندهم عبايات فرو جديدة وألواناتها حلوة، قلت أصورها لحضراتكم بما إن احنا في عز التلج كده. يعني كل عام وحضراتكم بخير، ربنا يعدي الشتاء دي على خير إن شاء الله. ألوانات جميلة اهي، وفرو بزعبوت وتقيلة جدا ما شاء الله، وألواناتها جميلة تدفي كده، قلت اوريها لحضراتكم. كنت جايه اجيب ملابس شتوي ولقيتها ما شاء الله، قلت ايه نصورها لكم تاخدوا فكره. شوفوا الالوانات، الفضي الجميل او الرصاصي، مكتوب صناعه سوريه بفرو اهي، متبطنه بفرو ومن بره زي المهير كده، قصدي زي الجلد كده يعني، او الجلد المقلوب زي ما بيقولوا كده، او المخمل. ده لون تاني من الوانات الرصاصي، بس ايه لون الاسود اللي عايز اسود اهو. سعرها دي 175 ريال، ودي 145 ريال، يعني الاسعار مختلفة، كله مش نفس السعر. وفي طبعا جميع المقاسات، في بناتي، في كبار، في جميع المقاسات، والالوانات مختلفة، وفي الموديل مختلف برضو. يعني انا عاجبني الشكل ده الذهبي ده، والبني، البني برضو جميل يوحي الى الدفء كده، وهي صناعة سورية على 175 ريال. يعني في ب175 وفي ب145 ريال، وفي ازرق وفي اخضر وفي احمر. هنا بقى في فروات طويلة بقط يعني، بكام؟ ب72 ريال. دي لونها ابيض او اوف وايت كده، متوفر يعني كذا كذا لون يعني، وطويل مش قصير يعني. فروات قط او جواكت فرو قط يعني، هي دي الالوان المتوفره منهم. كان في اسود برضو، ده رصاصي وده زيتوني وده هو. وتقيل تقيل جدا يعني، توفر منه اللون الاسود اهو برضو، الفرو الاسود، وفي اللي هو المسطر ده اهو. في فروته هيشه وفي فروته ايه ناعمه. ده ب46 ريال، ب46 ريال، ده قصير مش طويل، وده ب72. الطويل ده اللي فروته عالية، وده فروته ناعمة شوية. هنا في عبايات بقى ولادي وبناتي على 51 ريال، عبايات فرو. تنفع ولاد وتنفع بنات وأطفال يعني. دي بقى جلاليب شتوي 39 ريال، 39. دي تنفع مناسبات، ده صوف بقى، او تيجي عباية مثلا من فوق الملابس برضو في المناسبات. 145 ريال. دي عباية صوف بقى يعني، 145 ريال. طويلة
في بنص كم 129 ريال، فساتين مناسبات اهي، في تواب صلاة على 46 ريال، طوب الصلاة ده على 46 ريال، وده برضو طوب صلاة على 35 ريال. ثمانية واربعين ريال لطوب الصلاة دي. الترنجات دي على 28 ريال. بيجامات بناتي على 23 ريال، متوفر منه كذا لون. دي 43، دي بناتي اهي على 31 ريال، حلوة تنفع طقم خروج او ترنج للبيت. واحد وتلاتين ريال 95 هلا، يعني 32 ريال. حلو الاصفر، متوفر منه مقاسات. اشكال تانية من الترنجات البناتي، على 45 ريال. طبعا هنا في بيجامات نوم على 30 ريال، الوانات جميلة يا بناتي، متوفر مقاسات. طبعا الترنج ده ما شاء الله تقيل جدا على 75 ريال، وقماشته تحفة على 75 ريال. ده على 52 ريال الترنج ده. ده على 39 ريال بيجامة. على 44 نفس ابو 31 ريال، 95 هللة، يمشي ولادي برضه اهو. ده شكل ولادي، ده الشكل تاني ولادي برضه اهو، 31 ريال، 92 هللة. هنا بقى طقم رسميات او خروج بناتي، 3 قطع، تيشيرت وجيبة وجاكيت ب 95 ريال. ده نظام جيبة كده، 3 قطع، ده ب 99، ده في نظام بنطلون اللي مش عايز جيب، في بنطلون طقم برضه 3 قطع ومخمل كده، رسميات خروج يعني، متوفر منه مقاسات. هنا فستان بناتي على 99 ريال، شتوي، متوفر منه كذا لون. ده ب 97، 85 حسب المقاس، المقاس حسب السعر يعني كده، وموديلات حلوة يعني. طبعا ده قسم المواليد كله شتوي ان شاء الله،
على كم؟ على 34 ريال. أربعة وتلاتين ريال 99 هللة. الطقم تلات قطع، تيشيرت وجاكيت وبنطلون، تلات قطع. نختم هنا إن شاء الله ونشوفكم في جولة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.